حياكم الله من جديد. لا شك أن دور الأمانات والبلديات في المملكة دور مهم وجوهري من ناحية تنفيذ خطط مشروعات التنمية والخدمات ورفع جودتها، وحيث أن دور الأمانات الحساس والمباشر مع المستفيد قد يجعلها تحت الضغط في بعض الأحيان. لكن دعوني في هذه الأثناء أرحب بضيفي الذي سيكون حديثي معه يدور حول الخدمات التي تقدمها أمانة منطقة الباحة، وبعض ربما الملاحظات للأهالي أو أهالي المنطقة، والبحث حول طرق معالجتها والتي نحاول التعرف عليها اليوم مع الدكتور علي بن محمد أصوات أمين منطقة الباحة. حياك الله معنا دكتور علي، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا. يا هلا، حياكم الله أستاذ جمال، شكرا لكم قناة روتانا خليجية برنامج يا هلا. الله يحييك دكتور. خلينا نبدأ من يعني الحديث عن دور الأمانات اليوم، وتحديدا أمانة منطقة الباحة. إيش الخطط اللي تشتغلون اليوم عليها في الأمانات تحديدا لمعالجة التشوه البصري في أمانة منطقة الباحة؟ نعم، شكرا لك أستاذ جمال. لا شك إزالة التشوهات البصرية اليوم في المدن السعودية أصبحت مطلب ملح جدا، ويقود هذا الملف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بقيادة معالي الوزير الأستاذ ماجد الحقيل. جميع الأمانات في المنطقة والبلديات في المملكة تقوم بدور كبير وكبير جدا، هي الحقيقة مستنفرة أستاذ جمال لمعالجة هذا الملف الحيوي المهم جدا. المملكة اليوم دولة مهمة جدا على الخارطة السياسية والاقتصادية على العالم، ودولة بارزة في دول 20. من حقنا أيضا أن تكون المدن السعودية جميلة وتعكس هذه الأهمية لدور المملكة. الحقيقة القطاع البلدي كما ذكرت مستنفر لمعالجة التشوهات البصرية. منطقة الباحة كما هو معلوم هي إحدى الوجهات السياحية الثمان في رؤية المملكة 2030، وهذا الملف يحظى بعناية كبيرة من سمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز. نحن في منطقة الباحة من أولى المناطق التي أنشئ فيها لجنة عليا لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية منذ عامين تقريبا برئاسة سمو أمير المنطقة وعضوية جميع مدراء الجهات الخدمية في المدينة، ونقوم بجهود كبيرة. أنجزنا الخطة الأولى والخطة الثانية، ونحن الآن بصدد استكمال ما تبقى من الخطة الثالثة. لو تعطيني تفاصيل الخطة هذه، مددها كم استمرت؟ مش تركز عليه. الخطط الله يسلمك ركزت على 9 عناصر من التشوهات البصرية. عمل مسوحات قبل انطلاق الخطة، وجد أن هناك عناصر متكررة في أغلب المدن السعودية تمثل الجزء الأكبر إذا جاز التعبير من التشوهات البصرية، هي أعمدة الإنارة وحفر الشوارع في الأسفلت، وأيضا الأرصفة المتهالكة ومخلفات البناء ودهان بلدورات الأرصفة والسيارات التالفة وحاويات النظافة أعزكم الله، بالإضافة إلى الكتابات المشوهة على الجدران والحواجز الخرسانية أو ما يطلق عليها النيو جيرسي. هذه هي العناصر الرئيسية 9 التي استهدفت في أعمدة الإنارة. نعم، أرصفة الشوارع. نعم، ذكرت أيضا حفر الأسفلت، الحفر، مخلفات البناء، مخلفات البناء، دهانات البلدورات. وش البلدورات؟ البلدورة هي الجانب الخارجي من الرصيف. التي أجل الرصيف اللي قبل الرصيف هو البلاط العلوي للعرصفة أنفسها. نعم، طيب. قد يكون انترلوك أو بلاط. أيضا السيارات الخريبة والمتوقفة لفترات طويلة، حاويات النظافة كان وضعها وأماكنها وأيضا أشكالها ونظافتها كان فيها عشوائية حقيقة. تم معالجتها تقريبا، بالإضافة إلى الكتابات المشوهة بالدهانات أو البوية على الجدران، وأيضا الصبيات التي كنا نراها في بعض المواقع الحساسة في المدن كحماية لم تعد اليوم مسموحا بها، هناك أساليب أخرى للحماية لأنها مشوهات بصرية. جي.
هذه الخطة متى بدأت ومتى انتهت؟ نعم، الخطة الأولى اللي عالجت التسع عناصر. نعم، لا زالت التسعة عناصر أستاذ جمال في الثلاث خطط. نحن الآن في الخطة الثالثة، لكن أضيف لها عناصر أخرى جديدة. بدأت الخطة الأولى من 15 يوليو إلى 15 أكتوبر 2021 لمدة 90 يوما. وش كانت نتائجها؟ أنجزت المستهدفات، وضع بيس لاين رقم مرجعي أو مستهدف لكل أمانة في المملكة. بالطبع عندما نتحدث عن الأمانات 17 نحن نتحدث أيضا عن 279 بلدية مرتبطة بهذه الأمانات، مطلوبا منها في جميع المدن والمحافظات والمراكز تحقيق هذه المستهدفات. أنجزت الخطة وانتهت. ثم بدأنا في الخطة الثانية أيضا لمدة 90 يوما على العناصر التسعة أيضا وأنجزت. نحن حاليا في المرحلة الأخيرة من الخطة الثالثة أيضا 90 يوما. الخطة الأولى كان لها نطاق دكتور، نطاق زمني نطاق عمراني. نعم، فيه هذه قضية. أنت قلت أنها انتهت. نعم صحيح. صح صحيح. هل شملت كل منطقة الباحة؟ أنت قلت أنه في ثلاث خطط. نعم، أو خلينا نقول ثلاث مراحل للخطط. صحيح هذه. صحيح. المرحلة الأولى انتهت اللي هي 90 يوم. نعم، شملت كل منطقة الباحة ولا أنتم بتاخذون كل مرحلة بجزاء؟ سؤال جميل أستاذ جمال. لدينا في منطقة الباحة المدن صغيرة حقيقة، واستطعنا تحقيق المستهدفات بنسبة 99%، لكن في المدن الكبرى أيضا كان هناك بعض المصاعب، ولذلك وجهت هذه الخطط لأولويات. بدأ الكثير من المدن، بدأت من مركز المدينة والمحاور الرئيسية مداخل المدن ومخارجها، ثم انطلاقا إلى المواقع الأقل أهمية. في منطقة الباحة لدينا عدد كبير جدا من القرى والهجر. بدأنا بالمدن الرئيسية غطيناها تقريبا في الخطة الأولى. في الخطة الثانية انطلقنا إلى القرى والهجر وأنجز منها عدد كبير، ونحن الآن نستكمل ما تبقى. هل ممكن تحدثني بلغة الأرقام وش اللي ينجز؟ نعم، يعني بالمرحلة الأولى والثانية. نعم، في المرحلة الأولى على سبيل المثال أستاذ جمال، أنجز معالجة للتشوهات البصرية المتعلقة بأعمدة الإنارة 12592 عمود إنارة في منطقة الباحة ككل. أيضا حفر الشوارع عولج 29603 متر مربع من الحفر والهبوطات والتشققات اللي في طبقة الأسفلت. الأرصفة المتهالكة عولج 17239 متر مربع. مخلفات البناء والأنقاض والهدم رفع 92504 متر مكعب من هذه الأنقاض. دهانات الأرصفة دهن 32774 متر طولي، رفع 531 سيارة متهالكة متوقفة في الأماكن العامة. وأيضا عولج 2522 حاوية نظافة أعزكم الله بتحسينها وإعادة دهانها ووضع عبارات وملصقات توعوية عليها. أزيل 9017 متر مربع من الكتابات المشوهة على مدارس، على أسوار حدائق ومنتزهات وأماكن عامة. أيضا أزيل 4129 حاجزا خرسانيا من مدن منطقة الباحة في الخطة الأولى أستاذ جمال. هذه بس بالمرحلة الأولى. نعم والله أرقام مهولة. صحيح صحيح. السؤال، غالب الأشياء اللي تحدثت عنها والعناصر اللي تحدثت عنها دكتور اليوم، وأنا ما أعتقد أنه هذا الشيء يخص بس أمانة الباحة بل يخص كل أمانات المناطق، اللي هي عقود الصيانة. لو كان في عقود صيانة مستدامة ومستمرة لم نكن لنصل لهذه الحالة. أنا بقول لك الأسباب اللي نقرأها إحنا اليوم. نعم. في الإعلام، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني الممارسات الفردية من قبل الأفراد، والممارسات أيضا من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص. اليوم احنا أمام رحلة تقوم بها الأمانات لمعالجة التشوه. مستقبلا كيف راح تتعاملون مع الأمر؟ ولا بترجعون تسوون نفس الحملات هذه؟ ولا بتستمرون في النظر إلى عقود الصيانة بشكل جدي أكثر؟
أتفق معك أستاذ جمال، سؤال جوهري مهم جدا. اليوم جميع الأمانات في المملكة تقوم بجهود كبيرة وكبيرة جدا كما أسلفت، وتعززها الأرقام التي أنجزت سواء في الخطتين الأولى والثانية أو الخطة الثالثة التي نحن بصددها الآن. الإشكالية أستاذ جمال أن هناك المصب مستمر لنشوء تشوهات بصرية جديدة. من وين المصب؟ قد يكون لها علاقة الحقيقة بطريقة التنمية اليوم وطريقة المشاريع وطريقة إدارة المدينة. كما تعلم الأمانة والبلدية ليست هي اللاعب الرئيس في المدينة، لا شك هي من يدير التنمية في المدن، لكن هناك لاعبين آخرين مثل الإدارة الخدمية كما ذكرت، إدارة المياه، إدارة الاتصالات، شركة الكهرباء، وأيضا إدارة الطرق والجهات الخدمية الأخرى. هناك القطاع الخاص اليوم، المجتمع لا شك له تأثير كبير. لو نظرنا إلى هذه التشوهات البصرية نجد أنها كانت نتاج لعملية التنمية السريعة. مررنا في مدن المملكة بتحضر سريع خلال الأربعة عقود السابقة، كنا نسابق الزمن في توفير الخدمة، أغفلنا موضوع الجودة، أغفلنا جماليات المدينة وتحسين المدينة. اليوم تنبهنا لهذا الأمر. والله هذا اعتراف صريح وشجاع. نعم نعم، هذه حقيقة. نعم نعم، لكن اليوم الدور على الجميع أستاذ جمال، مثل ما ذكرت البلديات تقود، يجب أن يتعاون الجميع خصوصا الجهات الخدمية. اليوم غرفة العمليات للتشوه البصري في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدأت تفرز وتصنف البلاغات التي يختص بها القطاع البلدي يتضح مصدرها. نعم. الجهات الخدمية الأخرى أيضا يتضح مصدرها وهي مطالبة بالمعالجة. سأنتقل لموضوع البلاغات، بس خلنا نأخذ هنا جزء معين. نعم. بسمع تعليقك عنه. إحنا اليوم نتكلم عن أمانات المدن بوصفها هي الجهة المسؤولة عن التخطيط الحضري بشكل مجمل لهذه المنطقة، لهذه القرية، وما يتبعها من مراكز وهجر. صحيح. على يفترض بهذه الجهات، ونتكلم عن الجهات الحكومية القطاع الخاص، يعني مو معقول الأمانات تجي تشتغل شغل يجون يخربونه ويتركونه يمشون. نعم. يعني ما راح يكون في حوكمة لهذا الأمر؟ على يفترض أنه هذه الجهات اليوم تلتزم وتمتثل لخطط الأمانات بحيث أنه ما يكون في تشوه بصري أو أنه مشاريعها وأعمالها ما تأثر اليوم على المشهد الحضري بشكل عام؟ صحيح، سؤال مهم جدا أستاذ جمال. تنسيق المشاريع في المدينة السعودية موضوع مؤرق من ثلاثة عقود أو أربعة عقود، أقولها بصراحة. حتى اليوم هناك لجنة دائمة لتنسيق المشروعات برئاسة أمين المنطقة وعضوية مدراء الإدارات الخدمية في كل منطقة. يفترض أن هناك جدول للمشاريع تكون حزمة واحدة. نحن في القطاع البلدي عندما نرغب في سفلتة حي أو طريق نشعر الجهات الخدمية، الاتصالات، الكهرباء، المياه، يا جماعة لدينا سفلة جديدة، إذا كان لديكم تمديدات أرضية للخدمات مددوا الآن ومجانا تتوائم معنا. بالضبط. أي. ولكن مع الأسف الواقع أستاذ جمال أن هذه الجهات مركزية في ميزانيتها وفي برامجها، ليس لدينا سلطة عليها. حتى مجلس المنطقة وهو المرجعية العليا في المنطقة لا يملك أدوات قوية لإجبار هذه الجهات. والحل؟ الحل أن يكون هناك بالفعل حزمة مشاريع واحدة للمدينة تبرمج أسوة بمدن الهيئة الملكية في الجبال وينبع. هناك مرجعية واحدة تجربة ناجحة للمدينة. نعم، جميع الجهات الخدمية تمثلها جهة واحدة ومشاريع موحدة ضمن خطة موحدة. طيب، بس حفظ للوقت وتحدثت وأنا أود نقف على هذا الموضوع بشكل مهم. البلاغات، يمكن جيت على ذكر البلاغات، كم هو عدد البلاغات اللي وصلتكم وش تصنيفاتها؟ نعم، الحقيقة عدد البلاغات اليوم أيضا تحسب لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إشراك المجتمع في البلاغات. أشركت أيضا المجالس البلدية الموجودة سابقا، هي معلقة الآن، كانت تساهم مع المجتمع أيضا. كان هناك قنوات ومنافذ متعددة للإبلاغ عن التشوهات البصرية، منها على سبيل المثال تطبيق صور وارسل. أيضا المواطن اليوم والمبلغ يشارك في تقييم
المعالجة أستاذ جمال، وأيضا يعطي تغذية راجعة لمستوى وجودة المعالجة. في أمانة منطقة الباحة تلقينا ما يقرب من 14 ألف بلاغ خلال الخطة الأولى والثانية. نسبة المعالجة فاقت 90% من هذه البلاغات. 14 ألف؟ نعم. كان هناك مشكلة الحقيقة في كثير من الأمانات وهي جودة المعالجة. تم التنبه لهذا الأمر، يجب أن تكون المعالجة فعالة وبجودة عالية تحقق الهدف ولا تحدث تشوها آخر بطريقة أو بأخرى. نسبة الرضا أستاذ جمال ارتفعت في منطقة الباحة، في الخطة الأولى كانت 55%، ارتفعت في الخطة الثانية إلى 68% أو 8%. في الخطة الثالثة تجاوزنا 75% قبل انتهاء الخطة، وهي أعلى من المعدل في أمانات المناطق. جيد دكتور، إحدى أيقونات منطقة الباحة هي غابات رغدان، واللي يمكن ما لها إلا مدخل واحد. وش الجديد اللي بيصير على الغابة؟ نعم، مثل ما ذكرت منتزه رغدان هو المنتزه الأشهر في المملكة. المساحة تتجاوز 400 ألف متر مربع. الأشجار طبيعية، شهير جدا هذا المنتزه. الأمانة قامت على تهيئة هذا المنتزه، تقام فيه كثير من الفعاليات في موسم الصيف. عندما بدأت العمل في منطقة الباحة قبل 5 سنوات بدأت مشروع توسعة للطرق المؤدية إلى منتزه رغدان، وقد أصبحت الآن مزدوجة. وفرنا أكثر من 600 موقف سيارة خارجي الآن. خارج المنتزه. نحن الآن في هذه الفترة نعمل لفتح مخارج أخرى لتسهيل الحركة المرورية. أيضا لدينا توجه مع زملائنا في إمارة المنطقة، لجنة الفعاليات، ألا تكون الفعاليات مجمعة في هذا الموقع، توزع جغرافيا على نطاق المنطقة. منتزه الجمع بالجرشي، منتزه الجمع هو يتبع حقيقة للزملاء في وزارة البيئة والمياه والزراعة، يحتاج إلى عمل دؤوب الحقيقة. هل فعلا سيتم إغلاقه؟ لا أستطيع الإجابة، لست مختصا، لكن سبقا طلبنا أستاذ جمال قبل عدة سنوات في أمانة المنطقة وبدعم من الإمارة أن يسلم هذا الموقع إلى أمانة المنطقة لكي ينظم ويطور ويشغل. مع الأسف لم نحصل عليه، وهو يحتاج إلى عمل سريع وتطوير لهذا الموقع المهم. أنا شاكر صراحتك وشاكر كل هالمعلومات القيمة اللي أضفتها لنا اليوم، متمني لكم التوفيق في جهودكم. دكتور محمد أبو دكتور علي بن محمد السواط، أمين منطقة الباحة، شكرا جزيلا لك، كل التوفيق لكم في هذه الجهود ولبقية الأمانات في تحسين المشهد الحضري. شكرا لك. بعد الفاصل لنعوده.